في الكورس بتاعنا النهاردة انت مش بس هتعرف طريقك، انت هتعرف طريقك وهتعلم عليه. ارادتك، ارادتك هي السر. طلع المارد اللي جواك، ولو اي حاجة انت مصدقها يبقى فعلا هتشوفها هتحصل. لازم تعرف ان السلم نجاح، النجاح سلم، واحنا النهاردة هناخد اول خطوة، اول سلمة مع بعض. ولو وقعت من على السلم ما تتكسرش، لان انت ممكن بارادتك عادي جدا تطلع في الاسانسير. في الكورس بتاعنا النهاردة احنا هنتعلم ازاي نستغل كل حاجة درسناها وتعلمناها في حياتنا علشان خاطر نحقق النجاح ونحقق الاحلام والقوة الكاملة. لو سمحت، لو سمحت، هو حضرتك اصلا دارس ايه؟ انا مدرب تنمية بشرية، فانا دارس دورات، خدت كورسات كتير، يعني خدت 16 تقريبا. لان لا انا اقصد شغلانة حضرتك الاساسية، دراسة حضرتك الاساسية كانت ايه؟ لا ما انا شغلتي انا لابس بدلة وبدي محاضرة اخد فلوس، فدي شغلانة على فكرة. لا انا اصلا بكالوريوس تجارة بقى، دي قصة تانية. طب وليه بقى حضرتك ما بقتش احسن محاسب في الدنيا والحاجات دي؟ لا انا اصلا انا بكره الحساب اصلا، يعني انا بخاف من الاسم المطوله. المدرسين دايما كانوا يقولوا لبابا زمان الولد ده ضايع في الحساب لكن عفريت في الاحياء، عشان كده تلاقيني كل حيويه كل طاقه. ها شوف رجعنا للطاقه ازاي، الطاقه الايجابيه يا جماعه. دلوقتي بمناسبه الطاقه احنا هنعمل تدريب مع بعض علشان خاطر الطاقه تنتشر جوه كياننا. هنغمض عينينا نفكر في الطاقة، نحس الطاقة إنها بتدخل جوه الكيان. ها الطاقة انتشرت؟ أخبار كياننا إيه؟ ما حسيتش بحاجة. لا حبيبي هي الطاقة بتاخد وقت شوية عشان إحنا عندنا أزمة طاقة أصلاً. ممكن نركز؟ ماشي. ممكن نغمض عينينا تاني يا جماعة؟ لو سمحت، لو سمحت. علشان الطاقة تملانا بالكامل ونعرف بجد. مش حاسس بحاجة برضو. انا مش عارف هي الطاقه مالها معصلاجه معايا ليه النهارده كده. ممكن يبقى المشكله في كياننا، فاهمين قصدي؟ استقبال الطاقه محتاج الكيان. لو عندك عيب في كيانك طيب نعدي النقطه دي تماما ونخش في النقطه اللي بعدها. انا دلوقتي هقول لكم على السر، سر نجاحي. الصبح لما تصحى من النوم، اصحى بدري، تقف قدام المرايه وتقول قوم يلا اتحرك، كفايه كسل بقى. طب حضرتك ما انا ماما كل يوم الصبح بتقولي الكلمتين دول من غير ما تاخد ال 500 جنيه بتوع الكورس، ايه الجديد يعني؟ مش فاهم. لا يبقى اكيد ماما مدربه تنميه بشريه. لا مدرسه. مدرسه تنميه بشريه. لا مدرسه جغرافيا. جغرافيا؟ ايه الجغرافيا؟ الجغرافيا يعني غابات افريقيا، الجغرافيا يعني الشاي الكيني، الشاي اللي احنا بنحط فيه السكر، السكر اللي بيدينا الطاقه، هي الطاقه يا جماعه، هي الطاقه، الطاقه الايجابيه. وممكن برضو الحاجة وكلكم لو تحبوا تشتروا كتابي المفاتيح العشرة للوصول إلى مهنة أفضل مدرس جغرافيا في البلد. طب ليه حضرتك المفاتيح دول عشرة؟ ليه مش تسعة مثلا؟ ما هو قليل تسعة. ليه مش 11؟ عشان كتير 11، فيعني اصل مش عشان النجاح نبقى نأفور، هو بيبقى 10 رقم مقفول وبياع يعني، فاهم؟ يعني حضرتك مفيش مفاتيح نجاح ولا 9 ولا 11؟ لا حضرتك في مفاتيح انجليزي بقى لو انت عاوز، ده بيبقى كل المقاسات. مش عندنا. لا مش عندنا احنا. دلوقتي انت لازم تبقى حاسس من جواك ان اي حاجه انت مصدقها هتحصل. لو عايز تسافر روح سافر. معيش فلوس. عايز تهاجر قوم هاجر. ما معيش فيزا. عايز تضايق، عايز تضايقني؟ انا مش فاهم حضرتك عايز تضايقني ولا ايه؟ زمايلك ابتدوا يتضايقوا، انا مش عارف اقول الكلمتين على بعض. ممكن لو سمحت نركز في الموضوع، هنخلينا في الكورس بتاعنا. ممكن دلوقتي يا شباب انتوا كلكم تقدروا تقولوا لنفسكم في اللحظه دي، دي لحظه تغيير، قولوها وبصوت عالي، كله يقول لازم انجح، لازم انجح، لازم انجح، لازم انجح. بارادتك وبقوتك تقدر تهد الجبال. انا شخصيا بايدي دي بارادتي ممكن اهد الحيطه دي. هدها مين يا فندم؟ هدها الحيطه. هدها. لا بقى طب وهنهد ليه؟ ما يعني يمكن الدهان يقع، فاهم؟ بس الحاجات دي بتكلف. ما تقلقش انا اقوم بالتكاليف الخساره دي. هدها مالكش دعوه. لا ما بص هو ثقة في الله ممكن اهدها، لكن انا معيش رباط ضاغط لان بيبقى في فعل وفي رد فعل بتاع ده اداني الضاغط. انا هدها بقى. في كرسي في الغردقة
وعامل لك خصم 50% بالفطار. هديك المفاتيح السبعة للنجاح ومفتاح الشاليه بتاعي وفلوس الكرسي ده، عشان لو ما خدتش فلوس الكرسي ده ممكن اطلع المرد اللي جوايا، والمرد اللي جوايا لو طلع تكسب. ممكن بقى المارد يسيبنا خلص لقمة العيش دي. ها؟ أنا مش مدرب ولا نيلة، أنا أساسا من الهرم. منين من الهرم؟ من خوفه. أحلى مسا على بتوع خوفه، اتكل على الله. زي ما احنا شفنا يا جماعة، الإرادة هي اللي بتنتصر في النهاية. علشان كده النهاردة احنا على بعد خطوة واحدة من النجاح. التدريب اللي هنعمله دلوقتي ده هدية من مركزنا في نهاية الكورس بتاعنا، تدريب الطاقة الكاملة. هنغمض عينينا مع بعض، هنركز كلنا علشان المرة دي هنغمض عينينا كلنا، عشان الطاقة المرة دي احنا اللي هنخش جواها. خش جواها وخليها تقرب منك، تلمسك، نغمض خالص، نستغرق، حسها، عيشها جواك، سكتها الطاقة. دخلنا جوا الطاقة. حد عايز حاجة من بره الطاقة جيبها له. حلو.